أثابكم الله. يقول السائل: هل السيئة في الحرم مضاعفة؟ وهل مجرد النية بالسيئة في الحرم تكتب سيئة؟ الحسنات مضاعفة كما في الحديث الصلاة عن 100,000 صلاة. وأما السيئات الله جل وعلا يقول: ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئات لا تضاعف ولكن تغلظ، السيئة في الحرم تغلظ، ولا تغلظ بالكيفية ولا تضاعف بالكمية، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني الحرم، نذقه من عذاب أليم. السيئة تغلظ ولا تضاعف. نعم.